اسمي عزيزة متسجبونة والقوات، مهندسة في مجال الطاقات المتجددة، وعندي مؤسسة نقالها أسبيغاز، هي عبارة عن مؤسسة مختصة في إنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية من المخلفات العضوية. هذا المشروع جاتني في كورتو 2008 سنتين عدل باك، وجزتها وتميت متمسكة بها لين تخرجت مهندسة في الطاقة المتجددة. وطبعا بدأت بفكرة، ومن خلال ذيك الفكرة عدلت لها تيد الفيزابيليتي، ومشيت ندرس ونبحث عن هين اثبتها على أرض الواقع، طبعا بالتعاون مع شركات، ونين استثبتها عقبت بدأت نلود لها الفينانس مالي والتمويل. والحمد لله تميت لها نجبر شوي من هيشين، يعني عقبت الحمد لله جبرت لها لاغريما وجبرت لها ترخيص من وزارتين، وزارة الطاقة وزارة البيئة. هذا المشروع هو عبارة عن استخراج غاز من وسماء أسمدة عضوية من النفايات عن طريق طبعا لا فيرمنتاسيون اللي تخمير انابسانس للاكسجين، وعنده عدة فوائد. واحدة أولا أنه يحمي البيئة، لا بروتكسيون دو لانفيرومون بيه اللي ليه كوليكتي لي ديشي اللي ليه نايمو ذيك المخلفات، معناها أننا نقبضوها ونفاليريزوها. والثانية مالك أنه ليه كري دي زامبلوي بور لي جين، هو ليه كري يد عاملة خصوصا من النساء والشباب، خصوصا النساء كاع انهم اللي يعود عندهم دور مهم به اللي له يساعدنا في انهم اللي يجبروا اسمده يتم يزرعوا بها الزراعه تعدلها المرض يعدلها الراجع، يعني ما يحتكر على كاع. الدكتور سيد احمد والعمر ضايع، دكتور في الطاقات المتجدده، تخصص الطاقه الهوائيه، انتاج الهيدروجين عن طريق الطاقه الهوائيه على طول الشريط الساحلي الموريتاني. الغاز الحيوي المسمى بالبيوغاز هو غاز مصدر من مصادر الطاقة المتجددة تسمى بالبيوماس، وهي طاقة تستعمل الفضلات الحيوانية أو المواد العضوية بالأحرى، وهي مستعملة كثيرا في البلدان النامية لأن الفضلات الحيوانية موجودة بكثرة ورخيصة. والمواد المستعملة في استخراج هذا الغاز هي مواد يمكن صناعتها بمواد محلية. بدأنا أن نعدلوه على مستوى الاستخدام المنزلي به اللي نبدأ أننا نديروا وحدات منزلية للأشخاص اللي مثلا تبغى تستخدم شيء يعود قريب منها سورس دينيرجي بروبر ولا هو ضار بيها، كيف مثلا هاو الرياف للحموم والحطب ضار ببيئتهم وغاز ما قاعدين ينشروه، نحن نقدر نوفروا يعود قريب منهم. والثانيه ما ذيك ملي عندهم استخدام اخر على مستوى كبار من ذاك يقعد يسوفون درام بلساز بوتي، يعني اذا قدروا تلاون البوتي عن طريق تثبيت وحده كبيره ياك تبرودوزي شيء اكبر. وهو البيوغاز هذا عنده عده استخدامات، واحده منها يستخدم في الطهي، واحده يقدر يستخدم في الالكتريستي عن طريق انه نحولوا شوار كهرباء، وواحده يستخدم عن طريق الشوفاج. عملية استخراجه تتم عن طريق جهاز يسمى
يودي بلا ديجستر توضع فيه المادة العضوية، بعد 24 تضاف إليها كمية من الماء، بعد 24 ساعة خلال عملية مسمى بلاميتانيزاسيون يتم إنتاج قاج يسمى ب CH4 وهو لاميتان CH4. هذا القاز يتم تحويله إلى جهاز يسمى لا كوجنراسيون، يتم عن طريقه إنتاج الكهرباء أو أيضا إنتاج قاز صالح للطهي أو للتدفئة.